لأن المسرح حياة، وزير الثقافة يفتتح مهرجان العراق الوطني للمسرح. عروسان يستعينان بطائرة و900 لتر من الماء في ليلة زفافهما. مهرجان الأفاعي في الهند، رقص ولعب مع الثعابين. والمزيد في هذه الحلقة من نيو ترندينج، ابقوا معنا. أهلا بكم. نبدأ من العراق مع حدث ثقافي وفني، وهو انطلاق مهرجان العراق الوطني للمسرح في دورته الأولى، واللي يحمل شعار المسرح حياة. المهرجان اللي انطلقت فعالياته يوم أمس يأتي بعد عامين من التأجيل بسبب فيروس كورونا. وأقيم حفل الافتتاح على المسرح الوطني في العاصمة بغداد بحضور وزير الثقافة والسياحة والآثار الدكتور حسن ناظم، ممثلا على رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح. الدورة الأولى للمهرجان سميت باسم المؤلف والمخرج والممثل الراحل سامي عبد الحميد، وتستمر فعالياتها لمدة أسبوع بمشاركة نحو 400 شخصية مسرحية وثقافية وفنية عراقية. ويشمل برنامج المهرجان 10 عروض في المسابقة الرسمية من بغداد والمحافظات الأخرى، إضافة إلى 8 عروض خارج المسابقة. أما لجنة تحكيم المهرجان فتترأسها الممثلة شذا سالم، وتضم في عضويتها كل من الممثل مود أبو العباس، الممثل والمخرج كاميران رؤوف، والممثلة ليلى محمد، والكاتب عواد علي، والمخرج محمد سيف، والناقد المسرحي ياسر البراك. من هذا المهرجان إلى صور ورسالة انتشرت عبر الفيسبوك لطالب في الصف السادس الابتدائي يدعى منتظر فوزي أحمد. منتظر من ذوي الاحتياجات الخاصة، لكن ذلك لم يمنعه من التفوق والطموح، فهو يضع النجاح هدفا له ويطمح بأن يكون الأول على أصدقائه، ولا يهتم للمتنمرين ويبقي دائما معنوياته عالية. منتظر وجه رسالة نشرها شخص يدعى ماهر الهاشمي عبر صفحته في فيسبوك، قال فيها: اسمي منتظر فوزي أحمد، طالب سادس ابتدائي معاق من الولادة، أحب الدراسة وحاليا جاي أدرس بالدورات الصيفية بسبب وضع البلد وفيروس كورونا انحرمت من هواي أشياء. وأضاف أيضا: طموحي أنجح وأطلع الأول على أصدقائي، وما أهتم لأي شخص يتنمر علي ويهبط من معنوياتي. أتمنى أصير طبيب وأعالج الناس مثل حالتي مجانا وما أخليهم يحتاجون. ورسالتي لكل شخص مثل حالتي وبعمري: لا تستسلم، خليك قوي وعيش حياتك بصورة صحيحة. منتظر بعد نشره لهذا البوست حظي بدعم وتشجيع من قبل العراقيين في فيسبوك. مثلا ميثم حسين كتب يقول: يا رب تتحقق أمنيتك، استمر بالدراسة وإن شاء الله تصير دكتور ونشوفك من كبار الدكاترة. أما زهرة الجاردينيا فقالت: أحسنت والله يشافيك، وإن شاء الله تصير دكتور وتحقق طموحاتك، لأن مبين من كلامك إنسان واعي ومقتدر ومتكلم بنفس الوقت. والله ينطيك على نيتك وتحقق طموحك وتوصل لأعلى المراتب، بالتوفيق إن شاء الله. طبعا احنا بدورنا أيضا نتمنى لمنتظر كل التوفيق وأن يبقى بهذه الهمة العالية والطموح الكبير. الآن مشاهدينا إلى الفيديو اللي أثار الجدل أمس من إعدادية زنوبيا للبنات في الموصل. الفيديو هو لطالبات تم منعهم من أداء الامتحانات بذريعة تأخرهم عن الموعد لمدة 40 دقيقة. الآراء انقسمت حول تصرف المدرسة، البعض اعتبر الأمر إجحافا بحق الطالبات، والبعض الآخر رأى أنه ذلك تطبيقا للقانون. وتوضيحا لما حصل،
قامت تربية نينوى بنشر توضيح عبر صفحتها الرسمية في فيسبوك، ذكرت فيه أن جدول وموعد الامتحانات العام تم نشره وتعميمه، وأن الطالبات لم يصلن إلا الساعة 7:40 وتمنا دخولهن حسب التعليمات الامتحانية. زنوبيا للبنات، حدث اليوم إشكال في هذا المركز وذلك بسبب تأخر الطالبات الحضور للامتحان، حضروا الساعة 8:45 وطلبوا يدخلون منعتهم لأن الامتحان حسب التعليمات الامتحانية الساعة 7، وفتح تم فتح الأسئلة الساعة 7 صباحا، ويعني الطالبات ضمن المركز الامتحاني منطقة سكناهم في تل الرمان، وحسب التعليمات أنا طبقت النظام والتعليمات الامتحانية، والطالبات طبعا هذه اللي تلاحظوها بالفيديو تجاوزت علي بألفاظ نابية وتهجمت هي وأولياء الأمور على المركز الامتحاني. ذهبت إلى مديرة المركز سألتها عن سبب عدم إدخال الطالبات إلى المركز الامتحاني، فقالت أنه كان الحضور مالهم الساعة 8:45. فطبعا احنا نعرف أن التعليمات الامتحانية عند فتح الأسئلة لا يجوز، بعد فتح الأسئلة لا يجوز بإدخال أي طالب. هذه كانت أبرز المواضيع والفيديوهات اللي تم تداولها في فيسبوك، والآن نكمل حلقتنا مع فيديو منتشر من السعودية يظهر مداهمة السيول لأحد المساجد في محافظة بيشة في منطقة عسير، حيث فوجئ المصلون بدخولها لمواقع الصلاة جارفة كافة الأحذية في طريقها. شاهدوا معي. بيشة كانت قد شهدت أمطار غزيرة وصلت لمستوى السيول، ما تسبب في تأثر حركة السير في بعض الشوارع بفعل ارتفاع منسوب المياه. نبقى أيضا مشاهدينا في السعودية مع فيديو آخر منتشر لشخص أنقذ عائلة كاملة من حادث مروري، حيث أظهر الفيديو تحرك السيارة إلى الخلف بشكل مفاجئ نحو الشارع العام بعد نزول السائق منها، بينما خرجت امرأة من السيارة وحاولت بشتى الطرق إيقافها لكن دون جدوى، وأسرع أحد المارة من هناك لنجدة العائلة وتمكن من الدخول إلى السيارة وإيقافها بشكل تام لحين عودة السائق. إلى الجزائر، وفيديو انتشر للحظة انقلاب سيارة شاركت في موكب زفاف في العاصمة الجزائرية، ويظهر الفيديو موكب سيارات لحفل زفاف وسائق إحدى السيارات يسير بشكل متعرج على الطريق، وفجأة فقد السائق السيطرة على السيارة لتنحرف عن الطريق وتنقلب على أحد جانبيها في منطقة مليئة بالأشجار. مشاهدينا المزيد من أخبار السوشيال ميديا بعد الفاصل. أهلا بكم من جديد في يوترينج، نكمل حلقتنا مع جولة الأخبار السريعة اللي تم تداولها عالميا، ونبدأ من الصين، وفيديو انتشر لتحطم المنازل واقتلاع الأشجار بسبب الرياح القوية في مقاطعة هوبي الصينية. شاهدوا معي.
إلى الهند، حيث انهار سقف وجدران سجن عمره 150 عام في ولاية ماديا براديش. الحادثة أدت لإصابة 22 شخص ولا يوجد وفيات حتى الآن. يعتقد أن أحد أسباب انهيار هذا السجن هو قدم المبنى، حيث تم بناءه في القرن 19. إلى فيديو آخر، قد يصل الجنون ببعض الأشخاص إلى أمور قد لا تخطر على البال من أجل التقاط صورة ليلة العمر. هذا ما حصل مع عروسان برازيليان قاما باستئجار طائرة ألقت عليهما أكثر من 900 لتر من الماء لكي تقوم بخلق قوس قزح للقطات ليلة العمر والزفاف. وتظهر اللقطات العروسان برسيليا وأليسون اللذين تحملا طوفان المياه من أجل أن تظهر ألوان قوس قزح في الصور. أما المصور الذي قام بالتقاط الصورة فقال أنه اعتبر تلك المناسبة فرصة لعمل شيء مختلف يميز العروسين ويصنع لهما ذكرى يتحاكيان بها العمر بأكمله. وأشار إلى أن تلك اللمحة المجنونة جاءته بعد تفكير قصير بعد أن قرر الخروج عن المألوف، وذكر بأنه لا يتصرف فقط كمصور محترف بل شخص يعشق ما يفعله ويحاول الابتكار فيه. فأضاف بالفعل استطعنا استئجار طائرة ألقت بكل تلك الكمية الهائلة من الماء لخلق تأثير يماثل المطر الكثيف المنهمر من السماء، وقال بأن النتيجة كانت رائعة تستحق التعب والمحاولة. لنشاهد إذا كان الأمر فعلا يستحق. الكثير من المهرجانات المختلفة تقام حول العالم، لكن بالتأكيد لم يخطر ببالنا أن هناك مهرجان للأفاعي. في الهند يقام فعلا مهرجان الأفاعي ليتضمن الرقص واللعب مع الثعابين الضخمة ووضعها حول الأعناق في مسيرات استعراضية في الأماكن العامة بولاية بيهار شرقي الهند. يطلق على هذا المهرجان اسم ناغبان شامي ويمثل عيدا خاصا لتكريم الأفاعي اعتاد عليه الهندوس منذ مئات السنين، يحتفلون به في يوليو تموز أو أغسطس آب من كل عام. وبثت وسائل إعلام محلية لقطات للمحتفلين الهنود وهم يلاعبون عشرات الأفاعي أمام الزوار ويمارسون أيضا عباداتهم بالأزياء التقليدية خلال هذه الطقوس دون الاكتراث بتفشي جائحة كورونا في البلاد. يعتقد الهندوس أن الأفاعي السامة لا تلدغ سوى الشيطان الحقيقي، ويزعم السكان المحليون أن ترنيمة التانترا كفيلة بإزالة السم من الأفاعي السامة. وبعد الانتهاء من هذا الاحتفال يطلق المحتفلون جميع الثعابين في الغابات مرة أخرى. إلى أمريكا ومشاهير السوشيال ميديا هناك، اشتهرت مستخدمة أمريكية لتطبيق تيك توك على نطاق واسع بعد مشاركتها مقاطع فيديو لفمها الواسع الذي بلغ حجم 2.56 بوصة أي أكثر من 9 سنتيمترات.
sandwiches, I went to Tony Bologna's in Hoboken, New Jersey. First, I had to try their Shitface 3000 sandwich. This sandwich has beer batter, chicken, honey stout barbecue sauce, smoked bacon, mozzarella, cheddar cheese, and Fritos. This sandwich was sweet, smoky, and so savory. Then I couldn't leave without trying their secret boil. This baby has 1 pound of lobster, 1 pound of crab, 2 types of mozzarella, garlic aioli, and garlic butter to dip it in. She was ginormous, and she was stunning. These sandwiches were absolutely insane. The meat to bread ratio was on par. Love the bread. Have to give it a 9.3. On this week's journey to find the biggest and best sandwiches, I went down the street to Elm Street Diner in Stamford, Connecticut. I heard they knew a little something about big and delicious food. I just had to try their signature chicken cutlet vodka mozzarella sandwich. This puppy was topped with vodka sauce with chicken cutlets, mozzarella sticks between grilled Texas toast. Oh my God. And for dessert? I mean, have you ever seen anything more beautiful in your life? Churro French toast, Nutella, peanut butter cups, peanut butter sauce, peanut M&M's topped with ice cream. I am a new woman after this, 9.8. هذه المقاطع قادت سامنثا رامزدل إلى تحطيم الرقم القياسي ودخول موسوعة غينيس لأكبر فم لأنثى في العالم. العديد من مقاطع الفيديو الخاصة بسامنثا أصبحت متداولة بشكل واسع بين عشية وضحاها، وقامت بتسجيل مقاطع فيديو ثنائية مع إسحاق جونسون الذي حصل على لقب صاحب أكبر فم بالعالم للرجال بحجم 4 بوصات نحو 10 سنتيمتر. وقال سامنثا لموسوعة غينيس أنها تشعر الآن بالارتياح بينما يتم الاحتفال بخاصية سببت لها القلق طوال حياتها، وأضافت: أن أكون قادرة على تسجيل رقم قياسي بعمر 31 سنة لميزة لم أكن أحبها في نفسي يعتبر أمراً رائعاً. مشاهدينا، مع هذا الخبر وهذه الفيديوهات نكون قد وصلنا لنهاية هذه الحلقة من ترندينج. شكراً للمتابعة. إلى اللقاء.